نجمنا النهارده هو نجم على اخلاق عاليه جدا وذو سمعه طيبه، وبعد كده هم ترك الكوره بعد كده ندور عليه في مصر مش لاقيينه، راح فين؟ عمل هجره الى كندا هو واسرته كلها. طيب مفيش اتصال، مفيش اي حاجه، لما بنعرف ان هو جه هنا بنعرف بالصدفه. احنا لما عرفنا بالصدفه قلنا لا احنا لازم نديله حقه. لعيب بالمستوى ده والاخلاق دي لابد انه يكرم، لان احنا كرمنا كتير واحنا بنلعب، انما ده من حقنا كبرنامج ان احنا نكرمه معانا في برنامج المجري. تعالوا نرحب بنجمنا ونجم النادي الاهلي والمقاولين العرب ومنتخب مصر الدكتور الكابتن علي شحاته. كابتن علي شحاته، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تمام؟ اخبار الاسره كلها بخير؟ بخير. انت ايه حصل فين؟ الدنيا انت خلاص انت قاعد دلوقتي في سبتنا خلاص وقعت في كندا ولا ايه؟ يعني معظم الاوقات خالص. ومفيش رياضه، مفيش اي حاجه ولا فيش بقى. ولا بتلعب في كندا رياضه ولا حاجه؟ مفيش؟ ما قبلونيش. ليه؟ ليه اخدت وقت كده ومره واحده كده وندور عليك مش لاقيينك؟ قالوا لا ده سافر كندا هجره. نعم. انت خدت الاسره كلها وسافرت؟ نعم. ليه؟ والله هو ما عجبكش الجو هنا يعني؟ لا الجو هنا جميل وبلدنا طبعا ما فيش احسن منها طبعا، بس هي القصه ان الولاد سافروا بعد ثانوي يكملوا هناك على اساس ان هم ياخدوا شهاداتهم وشويه خبره ويرجعوا. نعم. استقر بيهم الحال بقى بعد، مش عايزين يرجعوا يعني؟ يعني طبعا الظروف هناك ربما فرص العمل و خلاص خدوا على القعده هناك، خدوا على القعده وبعدين بقى صعب الرجوع بالنسبه لهم، فطبعا ما كانش ينفع ان انا ووالدتهم نبقى هنا وهم هناك. فانت بين هنا وبين هناك. بالظبط كده. واخدت الجنسيه كمان هناك؟ نعم. لا احنا هنتكلم النهارده في كلام كتير جدا. احنا طبعا سعداء بوجودك معانا. يمكن انا قلت نبذه بسيطه عن الكابتن الدكتور علي شحاته. فاكر الكابتن حسين مدكور؟ الله يرحمه. والله يا علي يا دكتور علي يا دكتور علي الله يرحمه ويحسن اليه. طلع من القلب. فاحنا النهارده انت بقالك فتره طويله جدا بعيده عن الملاعب وبعيده عن الاضواء وبعيده عن كل حاجه. النهارده بقى هنطلع منك كل الحاجات دي كلها. ان شاء الله تكون الاسئله سهله عشان انا ما بتابعش. لا 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 لا، انت ما بتتابعش حاجه خالص في مصر؟ للاسف يعني على خفيف يعني. على خفيف. نعم. ايه بتشوف بقى على اليوتيوب والكلام ده ولا؟ يعني النشرات الحاجات الرئيسيه المهمه. انما تفاصيل ولا بتتفرج على الكره المصريه؟ لا للاسف. طيب احنا طبعا النهارده معانا الكابتن الدكتور علي شحاته نجم النادي الاهلي والمقاولين العرب ومنتخب مصر في حلقه جديده من المجري. عشان كده هو لما قلنا له احنا عاوزين معاك حلقه قال لي انا ما بطلعش وبعيد الكلام، قلت له هتطلع. قال لي انا معاك يا كابتن مصطفى في اي حاجه. فانا بشكره الاول على الهوا اهو ان تواجده معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما قلت لكم شاشه قناه النادي الاهلي مش هتشوفه في اي حد حاجه بره غير هنا على شاشه قناه الاهلي في المجري.